عم تسير بخطى ثابتة. هناك قفزات فلكية. قطاع نعتمد عليه. ونفتح لكم كل الآفاق. وجد الترفيه عبر الزمن في هيئات مختلفة تكمل حياة الإنسان، حيث أتى المسرح والشعر في وقت مبكر ترفيها يتضمن فكرة وجود الجمهور أساسا له، كما كانت بعض الرياضات مثل الرماية بالسهام أو اللعب بالسيوف فعلا يحتاج مهارات عالية، أتت في هيئة عمل ترفيهي في عصرنا الحالي. في تاريخ المملكة وخلال خمسينات القرن الماضي كان الراديو وسيلة ترفيه جديدة لعامة الناس، وأتى التلفاز بعد ذلك نافذة أساسية للترفيه الجماعي. لكن هل سألت نفسك لماذا الترفيه؟ في عام 1400 للهجرة تم إنشاء أول مدينة ألعاب على مستوى المملكة تحت مسمى مدينة ألعاب الرياض، وقد شكل افتتاحها نقلة نوعية. لكن تأخر دخول برامج وأنشطة الترفيه كان لأسباب عدة تجاوزتها المملكة ولم تعد اليوم موجودة في ظل ما يحدث من حراك سريع جدا ومواكبا للتغيرات المختلفة في رؤية المملكة 2030، وهذا ما تؤكده أعين المراقبين وكذلك من عايش تلك التغيرات. أيضا الإصلاح في عدة قطاعات أخرى مثل الجانب الثقافي أو الترفيه أو الجانب الرياضي أعتقد أنها واضحة بشكل كبير، لا من حيث التصنيف السعودية في عديد من المراكز ولا من حيث النشاطات داخل المملكة العربية السعودية، هناك قفزات فلكية. خارطة الطريق ل2030 كان أحد عناصرها الرئيسة هو توسيع قطاع الترفيه وصناعة مستقبل له ليكون من محركات الاقتصاد الأساسية عبر تحويله إلى قطاع استثماري. بدأت الرحلة بقرارات جريئة وتشريعات جديدة سمح فيها بما كان ممنوعاً أو معطلاً، وأسست استراتيجيات هدفها 5% من نسبة دخل الترفيه العالمي خلال السنوات المقبلة. أتت محاور الرؤية تكاملية، لذا حرصت على تطوير واقع جودة الحياة عبر توفير الخيارات الترفيهية للمواطنين داخل بلادهم وضمن خططها. استهداف زيادة الإنفاق الأسري على الترفيه من 2.9% إلى 6%، وتطوير سوق الخدمات الترفيهية ب30 مليار ريال عبر جذب مستثمرين محليين ودخول شراكات مع مؤسسات ترفيه عالمية. وفي أفق السعوديين يلمح مستقبل واعد للاستثمارات والإيرادات بفرص متعددة بدت ظاهرة في مدة وجيزة. المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. كيف حدث التحول في قطاع الترفيه؟ رغبة الناس لا تتوقف أبداً في الاستمتاع بوسائل الترفيه، وعملت رؤية المملكة 2030 على تعزيز التجربة الترفيهية وسط تحولات كبيرة من خلال اتجاهين. في عام 2016 بدأ عهد جديد بإنشاء الهيئة العامة للترفيه، عززت آليات عملها على 3 محاور، أولها خلق بيئة تشريعية للقطاع، وثانيها تعزيز التمويل للمنشآت، وثالثها بناء القدرات البشرية وتطويرها، مستندة إلى أسس قوية من البنية التحتية المتطورة والقوية والبيئة الاستثمارية الآمنة. في عام 2017 أسس صندوق الاستثمارات العامة شركة مشاريع الترفيه السعودية برأس مال أولي بلغ 10 مليارات ريال، بدأت أعمالها في الربع الأول لعام 2018 في 4 مسارات: السينما، المجمعات الترفيهية، مدن الملاهي، والمراكز العائلية الترفيهية المتخصصة.
هنا يمكن القول أن كل ما يتعلق بالأنشطة الترفيهية بات تحت إدارات متخصصة. قطاع الترفيه قطاع مهم توليه القيادة حفظه الله مولاي خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي ولي العهد أكبر اهتمام، قطاع نعتمد عليه في جزء كبير في برنامج الرؤية اللي إن شاء الله نحقق فيها الأهداف وأكثر إن شاء الله. وحتى أكتوبر 2021 تم تشغيل 2300 شركة وأصدر أكثر من 4500 ترخيص وتصريح استقطبت أكثر من 3000 فعالية بحضور تجاوز 75 مليون زائر، إلى جانب توفير أكثر من 100,000 وظيفة. هذه النشاطات بإيقاعها المتواصل كانت بداية الاستراتيجيات أضخم من مجرد ترفيه، بل هي التحول إلى صناعته بهدف دعم الناتج المحلي بثمانية مليارات ريال سنوياً. والطموحات كبيرة لتكون بين أول الوجهات الترفيهية في قارة آسيا والعالم، ما سيجذب تدفقات استثمارية غير مسبوقة بـ 4.2% في 2025 من الناتج المحلي وتوفير 450 ألف فرصة عمل بحلول 2030، وبحصة متوقعة من الإنفاق العالمي بنسبة 1.4% تصل إلى 36 مليار ريال. في فبراير 2019 الانطلاقة الحقيقية لأحد عشر موسماً في خطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي، غطت معظم مناطق المملكة عبر حزمة من الفعاليات والأنشطة، إذ قدم في المجمل نحو 400 فعالية نوعية شملت عروضاً مسرحية واستعراض مظاهر الحياة البرية والمطاعم والمقاهي والماركات العالمية، بالإضافة لعروض السيارات والمزادات والألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية والتراث والفن. أسهمت في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي من خلال إشراك القطاع الخاص وتمكينه للقيام بدوره في تنفيذ الفعاليات التي بدورها وفرت العديد من الوظائف الموسمية. وفي إطار الأرقام التي حققتها، فإن 100 فعالية تم تنظيمها ضمن موسم الشرقية جذبت حوالي 3 ملايين زائر، فيما تجاوزت فعاليات موسم جدة 100 فعالية بحضور تجاوز 9 ملايين زائر، وبمعدل 70 فعالية جذب موسم الطائف 2.5 مليون زائر. ومن المقرر عودة المواسم في الربع الرابع من العام الحالي 2021. قد ما نقدر في هيئة الترفيه راح نحاول نكون يد معاكم ونساعدكم كلكم ونوقف معاكم كلكم ونفتح لكم كل الآفاق ونسهل لكم كل الطرق. الرياض أواخر أكتوبر 2019 نقلة لافتة في عالم الترفيه وواقعه لم تحدث على مستوى العالم. خلال شهرين فقط 3000 فعالية في 12 منطقة ومشاركة أكثر من 70 شركة عالمية وأفضل المطاعم حول العالم، موسم الرياض تمكن من الوصول إلى 11 مليون زائر و 206,000 سائح، وبدخل مباشر وغير مباشر تجاوز 6 مليارات ريال، وبإنفاق يبلغ 3.1 مليار ريال، إلى جانب توفير 34,700 وظيفة مباشرة، 17,300 وظيفة غير مباشرة. استقطب الموسم أكبر ملاهٍ متنقلة عالمياً من لندن إلى شتاء الرياض، وينتر ويندرلاند، بمساحة 200,000 متر مربع، قدمت 42 لعبة مختلفة، وألعاب الواقع الافتراضي والألعاب الإلكترونية. ولأن الإنجاز يأتي بآخر، وبعد مرور 17 شهراً من أزمة كورونا، موسم ثان انطلق في 20 أكتوبر لعام 2021 وسط حراك ترفيهي عالمي جاذب بأرقام أكبر من الموسم الأول في 14 منطقة على مساحة 5.4 مليون متر مربع، تقدم 7500 فعالية و100 تجربة تفاعلية، إضافة إلى 10 معارض عالمية ستعرض 350 عرضا موسميا و70 حفلة غنائية و6 حفلات غنائية عالمية
تنوعت في الخدمات مع وجود 200 مطعم و70 مقهى عالمي. وينتر ويندرلاند زادت مساحتها 40% عن العام السابق، وعدد الألعاب تصل إلى 103 ألعاب مع 6 مناطق. لم تتوقف أرقام الموسم في القطاع الترفيهي فقط، بل امتد الأثر إلى القطاعات الأخرى في عدد الوظائف المتوقعة، والتي ستصل إلى 35,000 وظيفة مباشرة وحوالي 70,000 وظيفة غير مباشرة. ويعمل بالموسم نحو 500 شركة، 90% منها شركات سعودية، فيما تجاوزت عدد المصانع 950 مصنعاً. استهلكت أكثر من 75,000 طن من الحديد، وبإجمالي قوى عاملة تجاوزت 16,000. كيف استثمرت المملكة في صناعة السينما؟ قوة ناعمة فتحت أبوابها عام 2018 بعد غياب دور السينما عن أقوى اقتصادات الشرق الأوسط ل35 عام. بدأت صناعة جديدة في الظهور وفاقت كل الأرقام والتوقعات. مساهمتها بشكل مباشر 1,000,000,000 ريال في الناتج المحلي الإجمالي. أكبر مشغل للسينما في العالم AMC الأمريكية، مع افتتاحها أول دار عرض سينمائي، تتطلع لافتتاح 100 دار سينما في المملكة بحلول 2030، بميزانية استثمارية تبلغ 10 مليارات ريال، فيما يعتبر افتتاح فوكس سينما إثباتا للتطور السريع المتطلعة لفتح 600 شاشة وتوفير 3,000 فرصة وظيفية جديدة على مدى 5 سنوات المقبلة، بميزانية استثمارية تقدر ب2 مليار ريال. المملكة أصبحت علامة فارقة في سوق التذاكر السينمائية في منطقة الشرق الأوسط، التي بلغت مبيعاتها عام 2019 نحو 600 مليون دولار، نصيب السينما السعودية منها 110 ملايين دولار، وهي الوحيدة على مستوى العالم التي استطاعت التوسع في عام 2020 ونمت بمعدل 4% رغم ظروف الإغلاق. وبعد العودة حققت مبيعات التذاكر أكثر من 73 مليون دولار في 40 أسبوعاً، بزيادة 2 مليوني دولار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019. والمثير في الأمر أن الزيادة جاءت من خلال 260 شاشة فقط، والتوقعات تشير إلى بلوغها حجز 120 مليون دولار في 2021، وذلك ضمن إيرادات سوق المنطقة التي تقدرها هوليود ب 220 مليون دولار. السعودية تسير على الطريق الصحيح بسوق ملياري في غضون 5 أعوام، ما سيجعلها من أكبر 10 إلى 15 سوقا في العالم، وستوفر أكثر من 30,000 وظيفة عمل، وربما تصل القيمة السوقية للقطاع إلى 30 مليار ريال في غضون 9 سنوات. صناعة الترفيه تتغير نحو مجالات أخرى مثل الرياضة، فأضحت المملكة وجهة لعشاقها حول العالم باستضافتها للأحداث الرياضية في السنوات الأخيرة. فكيف تحولت المملكة إلى وجهة عالمية؟ في بطولات كرة القدم احتضنت المملكة كأس السوبر الإيطالي ابتداء من عام 2018 ولمدة 3 أعوام. أواخر عام 2018 نظمت بطولة ودية شارك فيها المنتخبين العملاقين الأرجنتيني والبرازيلي، ولأن الثقة أصبحت كبيرة، وفي يناير 2020 أول نسخة من السوبر الإسباني بنظامه الجديد تقام في المملكة ولمدة 3 أعوام. في الوقت الحالي تستعد المملكة لاستضافة بطولة كأس الرياض بحضور باريس سان جيرمان الفرنسي وكأس مارادونا بين برشلونة الإسباني وبوكا جونيور الأرجنتيني. في نزالة تاريخية، عروض مؤسسة المصارعة الترفيهية WWE لأول مرة في تاريخها عام 2018 استضافتها المملكة، وذلك ضمن اتفاقية تقضي بإقامة نزالات للمصارعة الحرة في المملكة لمدة 10 سنوات. في العام ذاته استضافت نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة. وفي ديسمبر 2019 أقيمت أول بطولة ملاكمة عالمية للوزن الثقيل في نزال الدرعية التاريخي، ولم تتوقف الأحداث، وكانت هناك فعاليات عالمية متنوعة لعل أهمها بطولات عالم السيارات. قبل 3 أعوام دشلت المملكة أكبر مضمار لسباق فورمولا إي
واستضافت عدة جولات في الرالي العالمي محققة نجاحا كبيرا في موسم الدرعية. رالي دكار 2020 في نسخته 42 بالمملكة لأول مرة في قارة آسيا، وتستعد في يناير المقبل لاستضافته للمرة الثانية على التوالي. وتستضيف مدينة جدة جائزة السعودية الكبرى لأول سباق للفورمولا 1 لعام 2021 بين 3 إلى 5 من ديسمبر في أكبر حلبة بالعالم تحتوي على منعطفات. لا يوجد أي شكل من أشكال الترفيه والفن تمتع به الجنس البشري عبر تاريخه أكثر من الموسيقى، لذا استقطبت هيئة الترفيه العديد من الأسماء العالمية والعربية في حفلاتها. أواخر 2019 كان موعدا مع أضخم مهرجان للموسيقى في الشرق الأوسط ميدل بيست، الذي جمع أكثر من 100 فنان دي جي عالمي بمشاركة موسيقيين محليين وعرب. واستمرت المسارح السعودية في استضافة ألمع نجوم الغناء العالمي والعربي في مناسبات مختلفة بخيارات ترفيهية متنوعة تلبي أذواق الجميع. هل أحكمت التقنية قبضتها على عالم الترفيه؟ صناعة الترفيه الرقمي مجال لا يتوقف عن النمو، وهو المستقبل الحقيقي مع تداعيات الطفرة الإلكترونية والسرعات الفائقة للإنترنت التي يشهدها العالم. في كل عام يحصل الناس على طرق جديدة للاستمتاع بفضل الإبداعات التقنية التي نقلت هذه الصناعة إلى بعد أعلى. كانت المستفيد الأول من جائحة كورونا، حيث بعت 4.3 مليون لعبة إلكترونية في أسبوع واحد فقط خلال مارس 2020، وبلغت قيمة سوق الألعاب الإلكترونية بنهاية العام 165.9 مليار دولار. في المملكة نمو ملحوظ من خلال إنشاء مراكز للابتكار الرقمي وتقديم الدعم للشركات الناشئة، والهدف ترسيخ مكانتها كمركز تقني إقليمي لأهم رائدي الأعمال والمبتكرين والمبرمجين من المنطقة والعالم. النمو في مجال صناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية بلغ 41% سنويا، لتحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والتاسعة عشر عالميا بإنفاق هو الأعلى على مستوى المنطقة بأكثر من مليار دولار في 2020. توقعات أن سوق ألعاب الهاتف المحمول سيحقق نحو 520 مليون دولار في 2021 بنحو 21 مليون لاعب. موسم الرياض قدم مهرجان رش، أكبر المهرجانات في مجال الألعاب الإلكترونية إقليمياً، متضمناً مسابقات دولية مختلفة وفعالية جديدة. وفرت 480 جهاز ألعاب مع 34 لعبة عالمية. إيرادات الألعاب الإلكترونية جعلتها محط نظر للاستثمار، وبالفعل ضاعف صندوق الاستثمارات العامة استثماراته في ألعاب الفيديو الأمريكية إلى 6 مليارات دولار خلال الربع الأول لعام 2021 بقيمة 3.3 مليار دولار. ويحمل المستقبل مشاريع مبتكرة ومميزة على شاكلة دريج، لأول مرة في العالم تحويل منصة نفط عائمة إلى وجهة ترفيهية في منطقة الخليج العربي بمساحة تتجاوز 150 ألف متر مربع. وفي انتظار اكتمال أكبر المشاريع الترفيهية في العالم الجدية على مساحة 334 كيلومتر مربع، ستحتوي على أكثر من 300 منشأة ترفيهية وتعليمية، ومن المتوقع أن تجذب 17 مليون زائر كل عام. هكذا كانت الصورة لعالم الترفيه. عش التجربة السعودية، منظومة لها أدواتها وآلياتها وتجاربها الجديدة، حملت بعدا مختلفا وأصبحت ذراعا اقتصادية للمملكة. بخطى ثابته.